للطلاب بمدينة الأبيض، وأثناء سيرها بسوق المدينة تم اضطرادها بالعصي والحروات من قبل قوة والتأمين البنك السوداني الفرنسي التابع لقوات الدعم السريع، وحجمها عدد 7 أفراد بالإضافة إلى عربة لاندروزر مسلحة. هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب برشق هذه القوات بالحجارة، مما دفع بعض أفراد هذه القوة بتصرف فردي لإطلاق عير نارية تجاه المتظاهرين. ثانيا، تم التعرف على مرتكبي هذه الحادثة من القوة التي كانت تعمل في حراسة البنك السوداني الفرنسي بسوق مدينة الأبيض، حيث أطلقوا الرصاص الحي أدى إلى الخسائر المؤسفة الآتية: الشهداء عدد 5 إضافة إلى شهيد آخر توفى اليوم الموافق 31 يوليو 2019 بالخرطوم متأثرا بجراحه. الجرحى عدد 20 جريحا وهم المحجوزين حتى الآن بمستشفى الأبيض. هنالك عدد من المصابين بجروح طفيفة تم علاجهم بالمستشفيات وتم إخلاء سبيل